برواية حفص عن عاصم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولكن أكثرهم لا يعلمون وما يطير نعم ولا طائر يطير ولا طائر ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم نعم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله
الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أبشر يا عثمان انفروا خفافا وثقالا. انفروا الإخفاء الحقيقي. نعم. وما حكم الراء؟ انفروا خفافا. الراء حكمها التفخيم. الراء تفخيم. الراء خفافا وثقالا وجاهلوا بأموالكم. أموالكم الإظهار الشفوي. الإظهار الشفوي. وأنفسكم في سبيل الله. الله الترقيق. الله ترقيق الله جلال. نعم. ذلكم خير لكم. الإدغام الكامل. الإدغام الكامل. إن كنتم تعلمون. لو كان أرضا قا الإخفاء الحقيقي. وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت. الإقلال. الإقلال. ولكن بعد عليهم الشقة وسهلفون بالله. الترقيق اللام اسم الجلالة. نعم. لماذا نرققه؟ لماذا نرقق اللام الجلالة هنا؟ لماذا نقرأه بالترقيق؟ الكسرة. ما هو سبب؟ سبب الترقيق؟ الكسرة. وجود الكسرة. بارك الله فيك. لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم. الإخفاء الحقيقي. أنفسهم والله. هم و الإظهار الشفوي. الإظهار الشفوي. والله يعلم إنهم ميول مشددة حكمها إظهار الغل. لكاذبون. مد العود للسكون. عفى الله عنك لما أذنت. الإخفاء الحقيقي. لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله. الترقيق اللام اسم الجلالة. واليوم الآخر. اللام اللام. واليوم اليوم. الإظهار لام القمرية. لام القمرية. أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. الإقلاب. إنما بارك الله فيك. صلاة.